صباح الخير مرة تانية. منعرف دائماً أنه الأهالي بيدوروا على الأشياء يلي بتخلي أطفالهم موهوبين وأشطر بقدراتهم وهنن بعمر مبكر، بس يمكن بيحتاروا كيف ممكن يكون هذا الموضوع وبيفكروا كتير بالطرق الأنسب. كرمال هيك وطالما هلأ عطلة انتصافية وطالما في برد وما فينا نطلع وناخد الأولاد لبرا كرمال ما يمرضوا، ضمن موضوعنا ضيفتنا الأستاذة رينا أيوب اختصاصية تربية للأطفال وخاصة بالطفولة المبكرة، رح تخبرنا عن أدوات بسيطة وسهلة ممكن كل طفل يحضرها بالتعاون مع أهله ويستفيد فيها بتنمية مواهبه. آية صارت موجودة مع الأستاذة رينا لحتى يخبرونا كل التفاصيل، تفضلوا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي معنا. يعني من احنا عم نرتب هيك كنا الاغراض وعم نشوف قديش في ادوات حلوه اكيد اليوم رح نحكي عنها، وكنا عم نحكي تحت الهواء انا وياكي انه قديش هذا الجيل فعلا صاحح له اشياء يمكن ووسائل التعليم والترفيه اكثر بكثير من قبل، فان شاء الله هيك يعني هذا الشيء كله نلاقي نتيجته. خلينا بدايه نحكي عن اهميه انه الاهل يدركوا انه لازم يكون عندهم شيء من الادوات اللي رح نحكي عنه اليوم لتنميه مهارات اطفالهم اكثر. يسعد صباحكم، رح نحكي اليوم عن تطبيق ركن الحياه العمليه للدكتوره ماريا مونتسوري اللي اول خطوه ممكن يخطيها الطفل باول اعماره الاولى اللي هي من عمر 3 سنين تقريبا لعمر 6 سنين، كلها بتنمي مهارات، كلها بتعمل عصف ذهني، كلها بتشتغل على خرائط ذهنيه. وبسبب الوضع الاقتصادي اللي شوي ممكن يكون عبء على الاهالي، نحن فينا نعمل اعاده تدوير من اي قطع قماشيه عندنا بالبيت، من اي اشياء نحن ما بدنا اياها، نحرك مواهب الطفل، نعمل قص ولصق معه، نعمل انشطه فنية تحقق لنا الغاية يلي نحن بدنا اياها لحتى تنمي لنا مهارات الطفل. أوكي. نحن من اي عمر بنقدر نبلش مع الطفل، او كيف بعرف اصلا طفلي شو الادوات اللي حيحبها اكثر او شو ركز له على امور اكثر من غيرها؟ مثلا من عمر تقريبا سنتين لعمر 6 سنين نحن فينا نشتغل بالادوات المونتسوري كلها لحتى نحن نكتشف مواهب الطفل، نكتشف احساسه، نكتشف اذا هو عنده مشكله سلوكيه نمائيه كانت ام اكاديميه، كلها بنحاول نحلها بمجموعه الاعمال يلي نحن بنشتغل فيها. اوكي، طبعا ادوات المونتسوري هي كثيره، يعني هي ما لها اداه او اداتين ونحن نحكي عنهم، يمكن موجود معنا جزء بسيط منهم ولكن لسه كمان في كثير. خلينا نستغل الوقت ونبلش نحكي عن يعني واحدة منهم. بشو بتحبي تبلشي هيك؟ تمام، رح نبلش اول شيء بالكتب الكوايت بوك او الكتب القماشيه، فيهم الاهالي كلهم يستعينوا من اي قماش عندهم بالمنزل. بنحاول نبلش باللضم، هن عباره عن اشياء كثير بسيطه، ممكن تكون خشبيه ممكن تكون بلاستيك، لكن اعتمدت الدكتوره ماريا الاشياء الخشبيه لانها هي بتعطي طاقه ايجابيه وبتسحب الطاقه السلبيه من الجسم. كل هاي اشياء بتعتمد على اللضم، اللضم هو لتقويه العضلات الدقيقه او تحريك معصم الايد مع كف الايد لحتى الطفل يكون عنده قدره على مسك القلم. هاي الاشياء كثير ضروريه ومهمه ببدايه الطفل قبل حتى نحن نمسك القلم والورقه. لازم نحن يكون عندنا هاي الاشياء اللي هي بتشغل له قسمي الدماغ او شقي الدماغ ليكون عنده مجموعه كثير قويه من المهارات. تقريبا من سنتين ونص قبل ما نمسك القلم. تمام، هون لساتنا نحن تمام، في عندنا اشياء لها علاقه، تمام، في هي اشياء لها علاقه بتحريك اصابع اليد، بتحريك كفي اليد، مشان اذا الطفل عنده اي ارتخاء بعضلاته الكبرى او الصغرى تكون متينه. تمام، هلا ننتقل للمرحله يمكن هي اللي تمام. كمان عندنا كتب قماشيه كوايت بوك لها علاقه بتنميه المهارات النفس يلي هي عباره عن لقط او تزرير او سحابات، كل هاي الاشياء بتفيد الطفل حتى هو يكون معتمد على حاله ومعتمد ذاتيا ويحاول يعرف اسلوب النظافه، لانه لازم يكون نظيف على حاله قبل ما يكون نظيف على دفاتره او على اغراضه. يعني كلها الوسائل هي بتخليه يعني يبلش بهي الخطوات من خلال هالدفتر مثلا، خلينا نقول ليطبقها لاحقا على حاله. وهي نفس الفكره، وهي نفس الشيء كمان لرباط البوت. رباط البوت كثير من المهارات الحياه او اللي نحن بنعتني فيها نحن بنهتم كثير فيها بالمهارات الاعتناء بالنفس بركن المونتسوري، لانه بتساعد الطفل على الاعتماد الذاتي. ومجرد ما هو بلش بيفكر رباط وربط الرباط هو صار عنده قدره بعضلاته الدقيقه لحتى هو يقدر يستوعب يمسك القلم والدفتر بدون ما حتى يكون في اي شغب بالموضوع. نفس الشيء لقطات، تمام. في عندنا كمان تشيكشات لتقويه حركه الايد، انه كيف الطفل يكون عنده متاني باصابعه وبكف ايده. يعني خلينا نقول لكل يعني صفحه من هالصفحات
في غايه وفي غرض وفي هدف وفي هدف غير مباشر تماما، سواء هيك لنشوف اذا الولد عنده مشاكل معينه او لحتى ننمي شيء من مهاراته. هاي الادوات يلي نحن بنستعمل بالبيت او جزء من ادوات المونتسوري هي بتساعد الاطفال اذا كان عندهم اي مشكله سلوكيه لحل هاي السله بنحط فيها تمام، هاي مثل سله الغسيل مشان الطفل يشيل هاي الادوات ونحطها بمكانها ويرجع. هون نحن كمان من هدول العمر السنتين واكثر، لسه هدول كمان كعمر زمني اكيد طبعا العمر الزمني ما له علاقه بالعمر العقلي. تمام، هون نحن بنبلش بتعليم الطفل المعدود، احساسه بالمعدود قبل ما هو يعرف العد. اوكي، كمان هون بنفس العمر قادر يستوعب هي لا بدون ما نلفظ انه هن اعداد، بعمر صغير ممكن هن يتلمسوا هاي الاشياء، لكن بس يوعى شوي ادراكه ويصير عنده اكثر انتباه بصير بيربط المعدود مع العدد. تمام، حتى هي موضوع كمان تمام، هي بس فكره الوقت واحترام الوقت. نحن من نحن والاولاد من هن صغار انا بطلب من الاهالي كلهم يعلقوا لهم بس ساعه بالبيت لحتى يكون عندهم قيمه للوقت، ما بكره بس يكبروا يصيروا يخالفوا بالاوقات مثل ما نحن بنعمل. كل شيء بتبنوه وبتاسسوه من على صغر بتلاقوه اكيد، لانه موضوع الوقت انا ما فيني بين يوم وليله خلي الطفل يلتزم بالوقت، يعرف امتى بده ينام امتى بده يفيق او يلتزم بالمواعيد. اوكي، خلينا هيك كمان نستغل الوقت. انا هذا الشيء شفته كثير حلو، هاي القصص يلي ما قدرت اشوفها مني. تمام، هاي قصه ليلى والذئب بيشتغلوها طبعا مدربات المونتسوري، بس نعمل دورات مونتسوري بتشكرهم كثير وبتشكر كثير الانسه شهناز هي اللي عاملتها، فهي بتنمي حركات بتنمي ابداع للطفل، انه احنا فينا نعمل اي كاركتر بالبيت، اي كرتوني ما بدنا اياها باي ادوات نحن ما عندنا اياهم بسيطه، ونحكي له قصه للطفل مثل كانه راح على سينما وحضر مسرح او كذا، ونحن نقلد الاصوات ويكون عندنا يعني هذا الايماء. عن جد قد ايه ممتع هذا الشيء، اكثر من انه انت تعطي لابنك موبايلك سوري، تعطيه الموبايل تقول له يلا التها وتسلى وخلص ريح لي راسي. لا خلينا، وكثير ممتع انه الام او المس او مجموعه الاقران اللي بيكونوا بالمنزل او بالروضه او بالبيت انه هن يشتغلوا هذا الشيء مع ينتصر الطفل، بيكون له اهداف مباشره واهداف غير مباشره. بترسخ الفكره او الهدف او الرساله من القصه مثلا ممكن تكون بباله اكثر. نحن هون انتقلنا للاشياء الخشبيه، نحن لساتنا لنفس الاعمار عم نحكي صح؟ تمام تمام. اوكي، خبرينا عنهم اكثر. رح احكي عن مواضيع اللي لها علاقه بالاشياء اللي هي بتنمي مهارات الصبيان، يلي هي ممكن تكون عزقه او برغي او فك وتركيب. هاي الاشياء بتنمي مهارات الطفل، هي كلها خشبيه مثل ما حكينا، لانها هي بتساعد على تنميه العضلات وتقويتها. ونحن بنعرف انه الاطفال كلها بتميل لهي الاعمال يلي هي بتقلد ابوها صح. او فهي بتنمي مهارات الولد. على فكره بيكتشف حاله، يعني شوي ممكن يلاقي حاله يحب هيك قصص، تلاقيه بعدين لقى شيء ثاني. تمام، انا ببلش نشوف خبر الاهالي لازم كل الاشياء يجربوها الاطفال عشان نحن نعرف موهبتهم وين، ونحن نسقط عليهم احلامنا شو بدهم يطلعوا مع المستقبل. متحقق احلامك هلا بدك اتركها يسار. الاطفال يلي بيعانوا من صعوبات التعلم كثير ضروريه هاي المهاره، خصوصا يلي عندهم ارتخاء بعضلاتهم دقيقه، بتحسهم مو حاسين انهم يمسكوا القلم او دفاترهم دائما مايله وهن عم يكتبوا. هاي الاشياء كثير بتساعد، هي اسمها فك وتركيب. هاي الاشياء كثير بتساعد الطفل لحتى ينكربه اذا كان هو بيكتب باليمين او بيكتب باليسار، كونه بده يشغل الايدين الاثنين. تمام اوكي، يعني نحن ما عم نحكي مجرد انه هو الطفل عادي ما فيه اي شيء، لا في اوقات الاطفال اللي مثل ما ذكرتي يعني انه اللي عنده مثلا صعوبات تعلم لا حيكون لهم شيء اكيد خاص او تمارين خاصه ممكن تساعدهم بشكل اكبر. كمان نحن هون في عنا اذا فينا نحكيك بشكل ملخص كثير على باقي القصص اللي موجوده معنا. تمام، كمان هون كمان هي لتقويه العضلات الدقيقه ومعرفه الاشكال الهندسيه كثير حلوه. هاي الطفل انه هو يحاول انه بده دقه وتركيز، فهون فتنا بالادراك والتركيز للطفل. أوكي، لانه هو عنده حركات معينه لازم يعملها لحتى هي تدخل مكانها. هاي المطرقه كمان كثير ضروريه للاعمال الصغيره، واذا بتنتبهوا الاطفال اول ما بلشوا يحبوا بجيبوا الطناجر بلشوا يدقوا عليهم، فهي فطريه لحتى الطفل يحرك ويصير عنده إدراك سمعي وانتباه سمعي. في عندنا مهارات كثير، هاي لها علاقه كمان بالتقطيع. هي كمان متينه لحركه الايد. نحن اليوم عم نحكي على تنميه العضلات الدقيقه والصغيره للايدي، هي اللي بتشتغل مع الدماغ. اي شيء بتعمل فيه اليد، نحن دائما بنقول شعار الدكتوره ماريا مونتسوري اليد مفتاح العمل. تمام، اي شيء بتشتغله الايد بيكون. يعني احنا حاولنا نحكي على اكبر قدر، اكيد لسه في معنا ادوات ثانيه وفي عندنا ايام ثانيه اكيد رح نتوسع بالحديث بشكل اكثر عن كل هالادوات المفيده. شكرا للمعلومات وشكرا لكل شيء خبرتينا اياه، واهلا وسهلا فيكي معنا. شكرا كثير، يعطيكم العافيه. شكرا كثير، شكرا استاذه. شهيتنا نرجع اولاد عن جد، مو ونقعد نتدرب بهالقصص. ايامنا ما كان في كل هالامور، كان في عضو بالصف، جلسه صحيه وهيك. اسمعوا شو بدي اقول لكم.